بقول له مبروك وبقول لمعتز البطاوي مدير الرياضي مبروك، ايه اللي عملوه النهارده؟ صالح جمعه لما يركز يعمل السيناريو المجنون، السيناريو غير المتوقع. سيراميكا النهارده صالح جمعه اللي عمله تقريبا احلى اسيست او اتنين في الدوري العام السنه دي اللي عملهم صالح جمعه النهارده، مفيش احلى من كده، انا ما شفتش احلى من كده. معتز اولا مبروك. الو، مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ احمد، الله يبارك فيك، ويعني مبروك على كل منظومه سيراميكا كليوباترا، ومبروك على سيد النايب محمد ابو العنين وستاره ابو العنين وكل منظومه سيراميكا كليوباترا، وعلى قناه صدى البلد كمان لانها من اهم المساندين لينا الحقيقه. يعني الرباعيه النهارده صدق او لا تصدق رباعيه؟ والله يعني مش هبقى كداب لو قلت لحضرتك النهارده ان احنا كان عندنا توقع او طموح او ان احنا كنا شايفين ان احنا ده كان ممكن يحصل، ان يحصل انفراجة بقى لنا فتره طويله جدا ما كسبناش، لكن الحمد لله النهارده الولاد كانوا على قد الفريق وعلى قد الالتزام اللي احنا كنا طالبينه منهم النهارده، والحمد لله يعني ربنا كان مأجل لنا المكسب عشان يبقى مكسب حلو وطعمه حلو الحقيقه النهارده مع فرقه محترمه وفرقه جديده وفرقه يعني لديها امكانيات كبيره جدا جدا سواء فنيه او ماديه، فالحمد لله ان احنا النهارده قدرنا نرجع بمكسب مريح ومكسب كويس يحطنا في المنطقه اللي نقدر بيها ان شاء الله باذن الله نحقق طموح المكان وطموح النادي ان شاء الله. لا النهارده انت مش واخد 3 بونت، لا انت النهارده عامل جايب 4 اهداف وعامل ماتش حلو، يمكن نص الشوط الثاني كان اولا بيراميدز ضاع منه اهداف كتير ولكن انت سيطرت وقدرت تسجل تستغل الفرص. ده طبعا ده شيء طبيعي يا استاذ احمد ان الفرقه خسرانه يعني فرق كبير، فده طبيعي ان هي تضغط وطبيعي ان احنا ولادنا يعني يحاولوا يحافظوا على النتيجه الكبيره اللي كنا عاملينها. كان في طبعا الحمد لله توفيق من ربنا ان توقيتات الاهداف كانت مساعدانا جدا جدا، ان يعني لما تبقى خسران بضرب الجزاء وطريقنا الحقيقه في خلال الشوط الاول معظمه كنا متوترين جدا من ضربه الجزاء اللي حصلت او اتحسبت، لكن ربنا اكرمنا يعني جول قبل نهايه المباراه وبعد الدقيقة واحدة تلاقي جول تاني فتطلع الشوط الأول بدل ما كنت خسران وتفكر هتعمل إيه، لا ربنا بيكرمك إن أنت تدخل الشوط التاني وأنت بتنظم مجهودك وبتنظم نفسك وبتنظم دفاعاتك إن أنت كسبان، فربنا يرزقك بجولين كمان في أول الشوط، فده يعني الحمد لله ده أكيد تعب ومجهود فترة طويلة جدا من بداية الموسم وترتيبات كبيرة جدا، فالحمد لله إن ربنا أكرمنا النهاردة بالمكسب ده، ويا رب بإذن الله نكمل على الاداء والمستوى. كلمنا على صالح جمعه اللي فاق 3 دقائق غير الماتش 3 دقائق. اعتقد احنا كنا راهنا على صالح جمعه ودمت يعني تم هجوم علينا كبير جدا جدا من اول ما اول الموسم الحقيقه. لما كنا اخترنا صالح جمعه كان كابتن هيثم موجود يعني اكيد بشكره يعني بالمناسبه دي على بناء الفرقه دي من البدايه وان هو عمل بصمه كبيره طبعا في بدايه الموسم، وجي كابتن ضياء طبعا كمل المسيره وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق طموح الاداره ان شاء الله الفتره الجايه، لكن كنا بالفعل كنا بنتهاجم هجوم كبير جدا على وجود صالح جمعه معانا، لكن احنا كنا بنراهن ان صالح جمعه في حاله عودته للمستوى مش احنا بس اللي هنبقى كسبانين، هيبقى مصر كلها كسبانه، لاعب كبير ولاعب محترم ولاعب عنده امكانيات فنيه وكبيره جدا جدا مش موجوده دلوقتي في مصر غير قليل جدا جدا. مفاجاه 4-1 4-2 اسف مفاجاه نقدر نقولها كده يعني مستوى بيراميدز النجوم اللي موجودين اللعيبه كلهم الارقام المدفوعه وبالتالي وانت كمان بتبني فريق محترم. لا الحمد لله طبعا يعني بالنسبه للفريق الحمد لله اعتقد ان هو النهارده عدى مثل يعني للالتزام ومثل يعني للاجتهاد خلال الفتره اللي فاتت اللي خلتنا الحمد لله النهارده كان عندنا ثبات واحنا جوه ارضيه الملعب واحنا خسرانين 1-0 ان احنا عندنا ثقه ان احنا ربنا هيكرمنا بمكسب لان احنا بالفعل بنتعب وبنشتغل باخلاص وبنشتغل بجد، اكيد ربنا ما بيسيبش حد مخلص او حد بيجتهد فاكيد بيعوضها له بيعوض له يعني شغله في التوقيت المناسب بالنسبه له. كابتن ضياء السيد والكابتن عصام الحضره كمان يعني توليهم ربما هيعملوا فارق ان شاء الله، وظهر النهارده يمكن ماتش النهارده مختلف عن الماتشين اللي فات او الماتش اللي فات. طبعا كابتن ضياء طبعا اسم كبير جدا في مجال الكوره في مصر، وكابتن عصام الحضري ده تاريخ من طبعا ده تاريخ مصر يعني، فطبعا وجودهم اكيد اضافه قويه جدا لنادي سيراميكا كليوباترا، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي جايه تبقى على قد الـ يعني الدعم اللي حاصل من خلال مجلس الاداره ومن خلال منظومه سيراميكا كليوباترا كلها بالكامل، ونقدر نكمل كلنا مع بعض باذن الله المشوار لنهايته
ونفرح ان شاء الله باذن الله يعني بالطموح اللي احنا عاوزين نعمله، او ان احنا عاوزين نحط نفسنا في مصاف الفرق الكبيره ان شاء الله باذن الله في الدوري المصري من اول سنه لينا. معتز بطاو بشكرك مره ثانيه وبقول لك مبروك ليك ولكل نجوم سيراميكا كليوباترا وعلى هذا الفوز، فوز كبير.